ثواني ونبدا احداث الكوارتر الاول من جيم 1 بين الاهلي والاتحاد او الاتحاد والاهلي ونهائي السوبر دوري السوبر لموسم 2021-2022. ادمير زباروفيتش هو اللي هيعمل الجامبول والحيازه ما زالت حائره. كابتن وائل قال انها كوره رايحه للنادي الاهلي. اوتسايد للنادي الاهلي مايكل تومسون ماسكو دولا من تمان نادي الاتحاد. مايكل عدى بيسلم على طول للبوب ايهاب امين على الثري بوينت اول الثلاثيات لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول على الديفنسيف ريباوند اسماعيل احمد ويسلم لكوري ويبستر. كوري ابو النصر ياخد السكرين يعدي البيك اند رول لاسماعيل. اسماعيل في البيس لاين بيطلع كيك اوت على طول لشوشه. شوشه لدوله وبساط سريعه مان تو مان النادي الاهلي تنتهي عند علي على الميديم شوت يشوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. عمر عرابي او عمر بيلم على طول ويسلم لمايكل تومسون. مايكل لعمر طارق. مايكل تومسون مره ثانيه للبوب ايهاب امين. ايهاب ودرايف ايهاب من ميدل ويروح لكن هنا يرتكب معه خطا شخصي وفاول من اسماعيل احمد لاعب نادي الاتحاد. تو شوتس على طول لإيهاب أمين. 9 دقائق 15 ثانية على أحداث الكوارتر الأول والفري ثرو الأول والفاول شوتين للبوب إيهاب أمين. إيهاب ينجح في تسجيل الفري ثرو الأول. إيهاب على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. إيهاب أمين ما بينجحش في التسجيل. إسماعيل يلم على طول ويسلم لدولا. دولا يبدأ الهجمة يسلم لكوري ويبستر. زون الديفنس 2-3 أو عفوا لسه ما انتم النادي الأهلي. إسماعيل أحمد درايف يسلم لدولا. دولا سكرين من علي لكن معاه مروان سرحان يطلع على طول لإسماعيل أحمد على الثري بوينت وأولى الثلاثيات لإسماعيل وأول ثلاث نقاط لنادي الاتحاد على النادي الاهلي. تقدم الاتحاد 3-1. مايكل تومسون يبدا الهجمه استنى السكرينات سلم لعمر طارق تحت الباسكت بلاي 1 ان 1 راح لكن ما بينجحش في التسجيل. مروان سرحان على السكند شوت وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول ويعدل النتيجه الى التعادل 3-3. كوري ويبستر ليه شوشه شوشه وسكرين من علي لكوري مره ثانيه يعمل الستيل هاب امين يحاول يسيطر عليها لكن كوري ويبستر يلحقها على طول ويبدا الهجمه مره ثانيه يسلم لدولا اللي في البيز لاين 3 بوينت على لوحده فاضي لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم علي على السكند شوت ويسلم لدولا مره ثانيه. دولا لكوري ويبستر سكرين من اسماعيل عايز يلعب البيك اند رول لكن وقف وشاط على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل ايضا. يلم على طول عمر طارق اللي بيسلم بدوره لمايكل تومسون. مايكل لكن يعمل السيل على طول دولا ويوصل وينجح في تسجيل. فاص بريك بنقطتين و2 بوينت على طول نادي الاتحاد واوفنسيف فاول على طول يرتكبه مايكل تومسون يحسبه على طول الحكم البوسني ادمير زواروفيتش. تاني ترن اوفر على النادي الاهلي في الثلاث دقائق دول. يبدا دولا الهجمه. دولا لسه معاه الكره يسلم لعلي تحت الباسكت في ميس ماتش هنا بيعتمد عليه نادي الاتحاد. دولا علي ومايكل تومسون لكن بينجح على طول ايهاب امين يعمل ديفنسيف ريباوند يسلم لابو النصر. ابو النصر درايف ابو النصر تقطع منه تروح لمروان سرحان لكن هنا في قرار بيقول ايه فاول بيرتكبه على طول دولا على ابو النصر واوتسايد للصالح النادي الاهلي. تاني الاخطاء الشخصيه على فريق الاتحاد واوتسايد اهلاوي. ابو النصر يستلم ياخد السكرين على طول من عمر طارق. ابو النصر درايف ابو النصر وصل لكن بتعمل له بلوك وتوصل على طول ليوسف شوشه. 5-3 لصالح نادي الاتحاد في احداث الكوارتر الاول. كوري ويبستر كوري درايف من البيز لاين ويوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الاتحاد عن طريق كوري ويبستر. يبدا النادي الاهلي الهجمه يوسع الفارق نادي الاتحاد الى 4 نقاط اخر 7 دقائق في زمن احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون مايكل سكرين يسلم مروان سرحان بساط سريعه عند ابو النصر وتحت الباسكت اسيست ولا اروع لعمر طارق ب 2 بوينت على طول ينجح في تسجيلهم. عمر طارق يدعي الفارق الى 2 بوينت.
صالح نادي الاتحاد. كوري اوبستر يبدا الهجمه، كوري يسلم لاسماعيل احمد، السمعه شوشه، وبستر فاضي على 3 بوينت شوت ونجح في تسجيل 3 نقاط. اربع محاولات لنادي الاتحاد على 3 بوينت نجح في تسجيل 2، محاوله وحيده لنادي الاهلي لم ينجح في تسجيلها في احداث الكوارتر الاول. عمر طارق ياخذ الهاند اوف مع مايكل تومسون لكن تراجع وسلم لمروان سرحان. مايكل تومسون مره ثانيه درايف من البيز لاين او من الميدل والشوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. وبستر على طول يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم على طول ليه على الفاست بريك ليه شوشه وينجح في تسجيل 2 بوينت بدنك. ما فيش اروع من كده. 12 5 6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عمر طارق حاول يلعب بلاي 1 1 يلف ويرتكز بيمينه السما هوك ما بينجحش في التسجيل يلم على طول. اسماعيل احمد يسلم لدولا، دولا لسه مع الكوره لاسماعيل احمد لدولا مره ثانيه، من تمن النادي الاهلي من تمن النادي الاتحاد. دولا بالكروس اوفر يسلم وجيف اند جو مع علي ويوصل بشماله وينجح في تسجيل 2 بوينت كمان يوسع الفارق الى 14 5 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون للبوب ايهاب امين، ايهاب بسكرينات يسلم لتومسون، مروان سرحان في البيز لاين شايط لوحده لكن ما بيجحش في التسجيل يزق على طول وبستر ليه اسماعيل احمد وبيسلم لدولا ويبدا الهجمه من اول وجديد. دولا لكوري شوشه درايف شوشه وصل شوشه نجح شوشه في تسجيل 2 بوينت كمان يوسع الفارق الى 16 5 لصالح النادي الاهلي النادي الاتحاد. هاند اوف مع ايهاب امين، ايهاب ودرايف من الميدل يقف ويطلع كيك اوت على طول لكن استلم مره ثانيه ايهاب لمايكل تومسون واختراق من الميدل لكن ما بينجحش في التسجيل يلم على طول على السكند شوت اسماعيل ويسلم لدولا. اربع دقائق واربعين ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الاول. يوسف شوشه يبدا الهجمه ينظم صفوفه ويسلم لدولا سكرينات، دولا يحاول يخترق باك بيفوت يقف بالكروس اوفر يتعامل السكرين يتعامل عفوا الستيل لكن بتخبط في رجل ايهاب امين وبتجدد معاه زمن الهجمه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد اتحادوي كابتن وائل ابراهيم هيسلم الكره. يوسف شوشه يستلم سكرين من السمعه، يوسف مع مروان سرحان هيلعب واحد على واحد ولا يطلع لاسماعيل، اسماعيل قرر يخترق ويطلع كيك اوت لعلي عايز يلعب الجيب اند جوز المره اللي فاتت، علي بيخترق وبيسلم لسمعه، سمعه بيسيطر على الكوره والفيداوي بيشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، هنا ما فيش ريباوند يستلم دوله ويسلم لعلي بيمينه وينجح في تسجيل 2 بوينت. علي محمد اللاعب رقم 41 او 42 لصالح نادي الاتحاد على طول. كوتش جوستي جولب بوش يطلب تايم اوت بعد ارتفاع الفارق الى 13 نقطه في اخر 4 دقائق و10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول. تعالوا نسمع التعليمات ما بين في التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Be solid on the one-on-one, okay? Be put more effort on the rebound. They cannot rebound. And you are outside or not out because after the streets, there is a shot you go here for rebound. And you get from like تايم اوت اللي طلبه سينيورو جوسي جولبي بوش والحيازة أهلوية. 14 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول في جيم 1 سوبر او نهائي سوبر دوري السوبر لكره السله موسم 21-22. مايكل تومسون لم يجرى اي تغييرات وجوسي بوش وايضا لم يجرى اي تغييرات احمد مرعي. ايهاب امين لسه مع الكوره يعمل الدرايف من البيز لاين بالفيداوي والشوت وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول ده الفرق الى 9 نقاط.
لصالح نادي الاتحاد. 18-7 والكرة مع دولا. دولا قلب النادي الاهلي زون ديفنس سكرين ويعدي، لكن بصه كده اي حاجه والفص بريك من ابو النصر لإيهاب امين يلحق وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول، يده الفارق معاهم مره ثانيه ل 9 نقاط 18-9 لصالح النادي الاهلي. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب، لكن يستلم كوري اوبستر. كوري لشوشه، شوشه مره ثانيه لدولا، ياخذ السكرين ويسلم لشوشه. زون ديفنس النادي الاهلي قلب دفاعاته، احمد اسماعيل احمد يسلم لدولا على كيك اوت بالثري بوينت، لكن ما بينجحش في التسجيل على طول. ديفنسيف ريباوند من مروان سرحان، يسلم لايهاب امين على الثري بوينت وينجح ايهاب امين. ثلاث نقاط يدعي بهم الفارق ايهاب امين الى ست نقاط بعد ما كان الفارق 13 نقطه. كامباك سريع من النادي الاهلي بعد التايم اوت اللي طلبه السنيور اوجستين بوش. علي محمد ليوسف شوشه، شوشه مان تو مان قلب النادي الاهلي مره ثانيه. كوري اوبستر يستغل اسماعيل احمد الميس ماتش مع مايكل تومسون، حاول يلعب واحد على واحد لكن يطلع الكيك اوت في البيس لاين عند اسماعيل اللي بيشوط. علي محمد على 3 بوينت ينجح في تسجيلها ويوسع الفارق الى 21-12 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون لعمر طارق، ضغط علي عليه، يستلم منه مايكل تومسون بعد هاند اوف وسكرين لمايكل تومسون، هنا يستغل الميس ماتش لكن اسماعيل استناه. ابو النصر على 3 بوينت ولا اروع، ابو النصر ثلاث نقاط لابو النصر كمان مره ينجح في تسجيلهم وده الفرق الى ست نقاط. دقيقتين 10 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. كوري اوبستر، كوري ياخذ سكرين من علي، كوري يخترق من الميدل والشوت ميديم شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. علي يلم على السكند شوت ومعاه بيهوش فيك حلو وينجح بشماله ويسجل 2 بوينت كمان لصالح نادي الاتحاد. 23-15 اخر دقيقه و40 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الاول. ابو النصر طلب السكرين راح لعمر طارق، سكرين والبيك اند رول لكن قرر ان هو يعمل الدرايف ويطلع كيك اوت ليه مروان سرحان اللي بيروح لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول دولا، يبدا الهجمه دولا لكن استنى اللقطع، استنى له اسماعيل، اسماعيل لدولا مره ثانيه لكوري اوبستر، قلب النادي الاهلي مان تو مان. كوري درايف كوري لكن الكره تلخبط في ايده كده وتوصل لشوشه، شوشه ويوصل شوشه وينجح لكن في فاول بيرتكبه النادي الاهلي و تو شوتس على طول الكسندر جليسيتش يحتسب الفاول وتغيير في صفوف الاهلي، تغيير ثلاثي عمر طارق. خلينا بس مع التغيير، مروان سرحان عنده فاول، يبقى عمر طارق ومروان سرحان اوت، مكانهم سيف سمير وعبد الله بيدو ابو النصر. وادي التو شوتس او الفري ثرو لنادي الاتحاد بينفذهم، شوشه ينجح في تسجيل الاولى. هنشوف التغيير الثالث، عمرو الجندي اقول لكم مكان مين، اعتقد مكان ايهاب امين. وادي التغيير الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل وتغيير في صفوف الاتحاد. ياسر صالح نزل، وادي مايكل تومسون ضاغط نادي الاتحاد من اول ملعب. عبد الله بيدو الهاند اوف مع تومسون، هاند اوف مره ثانيه مع عمرو الجندي لبيدو. وادي ابو النصر بصات سريعه النادي الاهلي، اخر 8 ثواني في زمن الهجمه. عمرو الجندي يقلب الملعب على ابو النصر، ابو النصر درايف من الميدل ويوصل ابو النصر وينجح في تسجيل 2 بوينت وياخذ معاهم فاول والاند 1 لصالح ابو النصر. زي ما قلت لكم عمرو الجندي مكان ايهاب امين. وفي الاعاده افاده درايف ولا اروع من ابو النصر اللي وقف وصل بيبو امام بيبو ينجح في انه ياخد فاول من بيبو. احمد عبد الوهاب ومصطفى عصام فوده مكان دولا، وزي ما قلت لحضراتكم وادي هيثم كمال مكان اسماعيل احمد. يبقى كده الستارت اللاين اب او الفايف ستاند جوه الملعب، ياسر صالح واحمد بيبو، هيثم كمال، كوري ويبستر ومصطفى عصام فوده. اما النادي الاهلي ابو النصر، عمرو الجندي، مايكل تومسون، بيدو وسيف سمير. تعليمات من ادمر زواروبيتش، وادي الاند 1 ينجح في تسجيلها على طول. ابو النصر اخر 51 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الاول. مصطفى عصام فوده لكوري ويبستر، بيبو بساط سريع على نادي الاتحاد تنتهي عند ياسر صالح. ياسر حاول تعمل له سكرين، يطلب سكرين
مصطفى عصام فوده معاه ابو النصر هيثم كمال بيدو ماسكو يخترق، لكن هنا عمر عزب اللي نازل ما يلحقش الكره، الكره يبصر وادي على البيز لاين ياسر صالح ما بينجحش في التسجيل 3 بوينت، يلم بيبو على السكند شوت ويروح على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل بليسن كده ياسر صالح ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الاتحاد. يوسع الفارق الى 18 الاهلي 25 27 الاتحاد السكندري. الهاند اوف مع عمرو الجندي، عمرو ودرايف عمرو لبيدو على 3 بوينت بيدو لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم بيبو على طول ويسلم لهيثم كمال، هيثم كمال في الثواني الاخيره مصطفى عصام فوده عايز يشوط وما بينجحش في التسجيل، وتاتي معها البزر الخاصه بانتهاء الكوارتر الاول بتقدم نادي الاتحاد على النادي الاهلي 27 18. دقيقتين يا زمن راحه المكرره نسمع فيهم التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الكوارتر الثاني واللي ما كانش معانا 27 18 لصالح الاتحاد والحيازه لصالح الاتحاد في هذه اللحظات. داس الكوارتر الثاني وادي هيثم كمال على 3 بوينت ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الثاني. في اقرب توقف اقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات في احداث الكوارتر الاول، لكن خلينا مع المباراه. عمرو الجندي يحاول يخترق يوصل بدرايف لكن بلوك من بيبو، سلم على طول كوره ويبستر يقلب الملعب على طول لهيثم كمال في البيز لاين على 3 بوينت المره الثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل. ياسر صالح بينجح في السكند شوت يطلع لهيثم كمال مره ثانيه، هيثم يقلب الملعب لكوره ويبستر مع عمرو جندي ومستني السكرين من بيبو، وادي كوري على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، البوب ايهاب امين يلم على طول ويستلم ويبدا هو الهجمه مع ياسر صالح، عدى ايهاب امين خد السكرين من سيف سمير، ايهاب عايز يشوط 3 بوينت شوت فعلا لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد على طريق كوري وبستر 18 30 لصالح الاتحاد في احداث بدايه الكوارتر الثاني. ياسر صالح المصري النيوزيلندي خد السكرين من بيبو، سلم لمصطفى عصام فوده، سكرين من هيثم كمال، درايف من مصطفى عصام فوده والكيك اوت لياسر صالح على طول درايف من الميدل ويروح ويشوط لكن اوفنسيف فاول على طول بيرتكبه ياسر صالح على ايهاب امين. الستارت اللاين اب في او خماسي النادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر. اقول لحضراتكم عليهم دلوقتي، عمرو الجندي، عمر عزب، ايهاب امين، بيدو وسيف سمير. وادي عمرو الجندي معاه الكوره حاول يستلم لايهاب امين يسلم على طول ايهاب، ايهاب درايف ايهاب لسه والفيدوي ايهاب شوت ونجح في تسجيل 2 بوينت على طول لايهاب امين، ده الفرق الى 10 نقاط. مصطفى عصام فوده كوري ويبستر، هيثم كمال، احمد ابو العلا، بيبو وياسر صالح، ده خماسي نادي الاتحاد. مصطفى عصام فوده، فوده يسلم لهيثم كمال تحت الباسكت قطع له ياسر صالح والباك لاب لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول بيدو يلم ويسلم لعمر عزب يدور على الفص بيك، سلم سيف سمير بشماله سيف ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي الاهلي، يدعي الفارق الى 8 نقاط. مصطفى عصام فوده يبدا هجمه الاتحاد لياسر صالح، بصات سريعه زون ديفنس النادي الاهلي لبيبو، بيبو لفوده، فوده درايف ويقف ويطلع لكن في السكه تخبط في ايد ايهاب امين وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 7 ثواني على انتهاء زمن الهجمه وفي تغيير، كوري ويبستر شايفه خارج ونازل مكانه ميدو طه من الاتحاد سكندري. سكرينات ويدور ويسلم لهيثم كمال، مصطفى عصام يحاول يخترق ويطلع كيك اوت لميدو طه على 3 بوينت لكن اير بول يلم سيف سمير ويطلع لايهاب امين، ايهاب يبدا الهجمه بسرعه والبيهايند باك لكن هنا مصطفى عصام فوده يرتكب معاه فاول والكوتش اوجوستي بيطالب بالان سبورتس مان لايك فاول. كابتن وائل ابراهيم يحتسب الخطا. عمرو الجندي طلع لبيدو، بيدو لايهاب امين على 3 بوينت ايهاب اوبن شوت لكن هنا في فاول على ياسر صالح بثلاث رميات لصالح ايهاب امين. ثلاث رميات للبوب ايهاب امين والخطا الشخصي والفاول على ياسر صالح من نادي الاتحاد. الكسندر جيليسيتش
هو اللي احتسب هذا الفاول. شوشه مكان ياسر صالح في الاتحاد السكندري. تغييرات الكوتش احمد مرعي. وادي ايهاب امين على الفري ثرو الاول. نجح في تسجيل الرميه الحره والفري ثرو الاول. ايهاب امين. على الفري ثرو الثاني ايهاب امين. نجح ايضا في التسجيل. والفري ثرو الاخير والثالث. ما نجحش في التسجيل. يلم على طول بيبو يسلم لمصطفى عصام. فودا لسه الاهلي زود قلب منتومان. شوشه معاه يسلم لبيبو. بيبو لفودا تاني. فودا خد السكرين من هيثم كمال. حاول يعمل درايف لكن تقطع في السكه ويتعمل الستيل ويسلم ايهاب امين على طول ويبدا الهجمه. ايهاب ايهاب هيعمل فيها ايه؟ يقف ويستنى ويسلم لسيف سمير. اوبن شوت على الثري بوينت لكن ما بيجحش في التسجيل. يلم على طول يوسف شوشه اللي بيحاول يعدي ويبدا الهجمه لوحده. يوصل يوسف شوشه لكن بيرتكب معاه خطا وفاول. كابتن وائل ابراهيم فاول على عمر عزب لاعب النادي الاهلي رقم 3 اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تغيير. فودا يخرج وينزل مكانه دولا من الاتحاد السكندري. 6 دقائق 52 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ميدو طه 24-30 لصالح نادي الاتحاد. 6 نقاط. هيثم كمال لدولا. دولا ياخد سكرين من بيبو لشوشة. لسه الكرة مع شوشة عايز يعمل الدرايف. وصل من ميدل وباصة حلوة واسيست جميل ليه احمد ابو هاب بيبو او احمد ابو العلب بيبو وينجح في تسجيل 2 بوينت على الفارق. عادة كان لازم هنا ايهاب امين يسقط عشان يقدر يعمل الكفر على بيبو لكن خلنا في المباراه. عمرو الجندي يحاول يلعب واحد على واحد لكن تقطع منه تاب ويحصل على طول وينزل يستلم. دولا يسلم لهيثم كمان اللي فاضي وبيعمل درايف ويطلع كيك اوت لشوشه. شوشه يبصيها كده بسرعه لدولا. هيثم كمال على الاوبن شوت يسلم لميدو طه اللي بيهوش بيعمل درايف ويوصل لكن بيعترضوا ببلوك روعه روعه بيدو وبتقع من ايد سيف سمير وبتوصل لدولا مره ثانيه وبيشوط على الثري بوينت وينجح في تسجيل 3 نقاط. يوسع الفارق الى 9 نقاط او 11 نقطه عفوا. 24-35 لصالح الاتحاد السكندري. عمر عزب لعبد الله ناصر بيدو ياخد السكرين من سيف سمير. بيدو ليه حاول يعدي بمهاره شديده وروعه الروعه ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. عبد الله ناصر عبد الله ناصر ويدا الفرق الى 9 نقاط. تمويه ولا اروع ويوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت لكن خلينا بسرعه كده مع المباراه. بيبو لميدو طه. ميدو حاول يخترق من ميدل لكن بيعترضوا فاول على طول. عمر عزب ادمر زواروفيتش هو اللي بيرتكب معاه خطا وعمر عزب على الخوج وينزل مكانه مايكل تومسون وعمرو زهران. وهقول لكم خرج مكانه مين. عبد الله بيدو. عمرو زهران بدلا من عبد الله ناصر بيدو. بيبو من الاتحاد او في تغيير في صفوف الاتحاد. علي محمد مكان هيثم كمال. كابتن مرعي بيقلد بوفوتات خاصة الاهلي. البيفوت الوحيد او البيج جاي هو سيف سمير. استغل الريباوند لصالحه. شوشه لدولا. دولا لميدو طه في البيز لاين على الثري بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط. ليب ميدو طه يوسع الفارق زي ما احنا شايفين. عمرو زهران مايكل تومسون. عمرو زهران على الاوبن شوت 3 بوينت شوت لكن ما نجحش في التسجيل. تقف في ايد سيف سمير ويسلم عمرو الجندي وثلاثات عمرو الجندي وينجح في تسجيل 3 نقاط. عمرو الجندي 3 محاولات للاهلي نجح في تسجيل محاوله اما الاتحاد 4 محاولات نجح في تسجيل 3. وادي الشوشه يبدا الهجمه وزون ديفنس النادي الاهلي. دولا لعلي على ايبو ميديم شوت شوت لك وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. يرد علي محمد رد سريع بالتو بوينت
مايكل تومسون يبدأ الهجمة، يسلم لعمر الجندي. مايكل تومسون مرة تانية، مايكل درايف، مايكل وصل، مايكل من بعيد، مايكل لكن ما بنجحش في التسجيل. ربع محاولة ليه ما نجحش في تسجيلها، يسلم على طول دولا يبدأ الهجمة ويسلم لميدو طه. ميدو للشوشة لدولا مرة تانية، سكرين من بيبو، حاول اخترق من الميدل لكن بيعترضوا على طول. عمرو زهران فاول، ده هنا حسبه ألكسندر جيليسيتش، حسبه على مايكل تومسون رقم 22. أربع دقايق على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني، 40 الاتحاد 29 الأهلي، 11 نقطة لصالح الاتحاد. ميدو طه حاول اخترق من درايف، وصل يطلع الكيك أوت لشوشة لقاها لكن بيتعمل له بلوك من سيف سمير، وبلوك ثاني من ميدو طه عن طريق عمرو الجندي، واوتسايد للصالح نادي الاتحاد. كام ثانية على 24؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي حالا. اوتسايد الاتحاداوي، مان تو مان قلب النادي الاهلي. بيبو حاول يشوط، يسلم لدولا في الثواني واللحظات الاخيره لكن اير بول وبتطلع اوتسايد للصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، عمرو الجندي هيطلع الاوت، ضاغط نادي الاتحاد من اول الملعب. دولا ضاغط على مايكل تومسون، مايكل بيعدي قبل الثمان ثواني، عدى فعلا، يسلم لايهاب امين. ايهاب من الميدل او من البيز لاين يقف ويشوط على الميديم شوط لكن ما نجحش في التسجيل، وهنا في خطا شخصي ألكسندر جيليسيتش الحكم الصربي، واحتسب فاول لصالح ايهاب امين. تو شوتس لايهاب امين، وبيبو في التغيير ومكانه اسماعيل احمد. تو شوتس لايهاب امين. 3 دقائق 31 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي. نتيجة دلوقتي 40-31 لصالح نادي الاتحاد، 9 نقاط هو الفرق لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت اطلبه كوتش احمد مرعي. زي ما احنا شايفين قدامنا 4 أخطاء شخصية على نادي الاتحاد، 3 أخطاء شخصية على النادي الاهلي. ايهاب امين متصدر ب 14 نقطة توب سكورر في النادي الاهلي، اما احمد عادل دولة علي محمد 9 نقاط حتى هذه اللحظات. تعالوا نسمع تعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كوتش مرعي اي خطا شخص على نادي الاتحاد بتو شوتس، وما زال النادي الاهلي في جعبته خطا حتى يتم احتساب التو شوتس. كره اتحادويه، احمد مهيب نزل مكان او نزل في خماس النادي الاهلي، لسه النادي الاهلي زون ديفنس. دولا من الاتحاد خد السكرين من علي، سلم يوسف شوشه والبنتريشن وصل ما بينجحش في التسجيل. تراي كده من علي عليها لكن ما بينجحش ايضا في التسجيل. عمرو الجندي لعمرو زهران وصل ما بينجحش ايضا في التسجيل، تيجي وتخدم الحظ وتوصل في ايده مره ثانيه. سيف سمير بيسلم لايهاب امين، ايهاب لعمرو الجندي يبدا الهجمه، مهيب مكان تومسون، وادي الستيل اتعمل وهنا بتخبط في دولا وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. ضغط نادي الاتحاد في مقابله، لازم يقابل الاهلي بهدوء شويه امام هذا الضغط. تعليمات من كابتن زاهر عباسط
للكوتش احمد مرعي زي ما احنا شايفين، والاوت سايد هيطلعوا عمرو الجندي. عمرو سلم لسيف سمير، سيف عايز يلعب واحد على واحد معاه علي ويطلع الباصة حلوة قوي لعمرو زهران اللي بينجح في تسجيل 2 بوينت بعد الدرايف ولا أروع من عمرو زهران لصالح النادي الأهلي. 2 بوينت للنادي الأهلي، ده الفرق إلى 7 نقاط. دولا لسه الأهلي زون ديفنس، دولا لميدو طه في البيزاين فيك وشوت ويستخدم اللوحة وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. يوسع الفرق إلى 9 نقاط، دقيقتين 29 ثانية على زمن أحداث الكوارتر الأول. إيهاب أمين سكرينات يسلم في البيز لاين لمهيب، مهيب لعمرو الجندي، درايف عمرو الجندي ويعلي الكرة ويستخدم اللوحة وأنا مش وأنت مش أحسن مني يا دولا، وتو بوينت على طول لعمرو الجندي داير بينهم الفرق إلى 7 نقاط. 7 نقاط لصالح نادي الاتحاد. إسماعيل أحمد ترابات وينجح فيها عمرو زهران انه ياخد الكره ويعمل ستيل وينجح بالفاست بريك في التو بوينت على طول، والتايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي لايقاف تقدم النادي الاهلي. ونشوف الكره الاخيره اهي، وادي عمرو زهران وصل ونجح على شاه شوشه عشان ما يعملش الفاول. تايم اوت 37-42 لصالح نادي الاتحاد، دقيقه 56 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. النادي الاهلي اخر الدوريات كان في موسم 2016 بقياده الكوتش طارق خيري المدير الفني الحالي للبنات، اما اخر الدوريات او اخر القاب الدوري لنادي الاتحاد كان مع الكوتش احمد مرعي في 2019. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انت مش عارف واقف هنا ليه؟ مين اللي ما قطعش ماليش دعوه؟ انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي. فكر حضراتكم بمشوار الفريقين في القبل النهائي، الاهلي قابل الجزيره والزمالك تقابل مع الاتحاد. الاهلي فاز على الجزيره في 3 مباريات بنتيجه 80 61 76 82 65. ايضا نادي الزمالك فاز على نادي الاتحاد فاز على الزمالك 97 53 73 68 79 59. الكره في حيازه نادي الاتحاد بعد التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي، خماسي النادي الاهلي عمرو زهران، ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، مهيب، لم يحدث اي تغييرات، دولا وكوري ووبستر اللي لسه نازل وشوشه وعلي محمد واسماعيل احمد، ده خماسي نادي الاتحاد. سكرين لدولا لكوري ووبستر، كوري يقف ويسلم لعلي في البيز لاين، لكن هنا عمرو الجندي ارتكب معاه خطا شخصي وفاول بالتو شوتس للصالح علي محمد. ادمير زواروفيتش هو اللي احتسب الخطا من البوسنة والهرسك. تو شوتس على طول على الفري ثرو علي محمد. دقيقة 42 ثانية. وادي علي على تنفيذ الفري ثرو الأول. نجح في التسجيل الفري ثرو الأول. ست نقاط يوسع الفارق 37-43. وادي الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل 37-44 يوسع الفارق الى 7 نقاط في دقيقه 40 ثانيه على احداث كورتر اول. 1-2-2 زي ما سمعنا الكوتش احمد مرعي في ضغط من ثلاث ارباع الملعب كده. عمرو زهران لسه معاه الكوره يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي بيسلم لمهيب على الثري بوينت، مهيب اوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير بفدائيه على السكند شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول للسيف سمير، يدعي الفارق الى 5 نقاط 39-44. خلي الاعداد في الاوقات الفاضيه يعني اللي ما فيهاش لعب عشان الجمهور يستمتع باللعب. دولا يعمل الدرايف يسلم لاسماعيل احمد، اسماعيل لكوري ووبستر على 3 بوينت، كوري ينجح ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين على السكند شوت على الديفنسيف ريباوند، ايهاب 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 لسه كوره معاه لكن بيعمل ستيل دولا، وهنا في خطا شخصي وفاول
على اللاعب رقم 12. تو شوتس على يوسف شوشة، تو شوتس لصالح إيهاب أمين. تو شوتس 51 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. وادي إيهاب أمين على تنفيذ الفري ثرو الأول. ما نجحش في التسجيل. إيهاب أمين ما بينجحش في التسجيل. الفري ثرو الأول ويأتي دور الفري ثرو الثاني. نجح في التسجيل، ده الفرق إلى 4 نقاط وتغيير هيثم كمال مكان علي محمد في نادي الاتحاد. والكرة التحدوية في آخر 51 ثانية من أحداث الكوارتر الثاني. دولا يبدأ الهجمة، يسلم لشوشة لبيبو. لسه الأهلي زون ديفنس 2-3. كرة أوبستر ياخد السكرين، يسلم لبيبو. الكرة أوبستر على الفري على الأوبن شوت 3 بوينت، ينجح في التسجيل. 3 نقاط وسع الفرق الى 7 نقاط، 47-40 لصالح نادي الاتحاد. عمرو الجندي طلب السكرين. عمرو مهيب يقلب الملعب على طول لايهاب امين. ايهاب ودرايف من البيهايند باك، يقف ويشوط لكن ما بينجحش في تسجيل. اير بول يستلم هيثم كمال على طول ويسلم لدولا لكورو بيستر. كورو معاه ايهاب امين. بيبو زون ديفنس النادي الاهلي لسه. دولا 7 ثواني على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثاني. هيثم كمال هتنتهي بالثلاثيه عند كورو بيستر. شوت فعلا لكن ما بينجحش في التسجيل، وتاتي معاها صافره احداث انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي الاتحاد على النادي الاهلي 47-40. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين الكوارترين الان على ان نعود لكم باذن الله في احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام الكابتن سلعاوي، الكابتن طاهر رجب، الكابتن عماد محمود الرايق، كابتن امام عبد البديع بيشو. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم رياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه من ارض الملعب واحداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث لنهائي سوبر او دوري السوبر للرجال موسم 21-22. الستارت لاين اب في احداث الكوارتر الثالث: عمرو زهران، بيدو، عمر طارق، ايهاب امين، ومايكل تومسون، ده خماسي النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين النتيجه على الشاشه، ايهاب امين يتصدر السكور ب 15 نقطه في النادي الاهلي، اما علي محمد ب 11 نقطه لنادي الاتحاد. هتشوف دلوقتي خماسي نادي الاتحاد، شايف شوشه في ارض الملعب والكسندر جيليسيتش. هاي يبدأ المباراة والحيازة أهلوية، دولا وكورو أوبستر، شوشة وبيبو وهيثم كمال، ده خماسي نادي الاتحاد. 47-47 لصالح نادي الاتحاد، ومايكل تومسون على الثلاثيات ينجح في تسجيل أولى الثلاثيات ب3 نقاط لصالح نادي الأهلي. بيبو من الميديا بشوت يشوط، ما بينجحش في التسجيل، يلم الثاني ويطلع للكيك اوت لكوري ويبتستر. كوري على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، بيدو على طول ينجح في الديفنسيف ريباوند، يسلم ويلم لايهاب امين. ايهاب لمايكل تومسون مره ثانيه. مايكل لسه كرة مع مايكل، ياخد السكرين من عمر طارق، يسلم لبيدو في البيز لاين لوحده على الاوبن شوت ينجح، لا ما نجحش في التسجيل. عمرو زهران يحاول معاه مره ثانيه لكن بتطلع من ايده وبتخرج اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. اوتسايد للاتحاد، كوري اوبستر يسلم لدولا. دولا يبدا الهجمه، احمد عادل دولا للسكرين من بيبو لكن يسلم الهاند اوف على طول من شوشه. شوشه ومعاه ايهاب امين لكن بيرتكب معاه خطا شخصي وفاول. الفاول من عمرو زهران على كوري اوبستر.
الفاول على عمرو زهران من كوريو على كوريو بس اوتسايد التحداوي. دولا رقابة لصيقة من عمرو زهران على الكوري اوبستر اللي ينجح انه ياخد السكرين ويطلع لدولا. دولا من بيز لاين عايز يخترق يسلم الكوري اوبستر مرة تانية. كوري والميديا بشوطك ال 24 سنة كانت اسرع وهنا بيقول ايه كمل لعب ووصل لكن هنشوف القرار كان ايه. القرار 24 ثانية هيبقى اوت سايد على طول لصالح النادي الاهلي. دفاع قوي من النادي الاهلي ينجح انه يعطل نادي الاتحاد عن لعب في زمن الهجمة 24 ثانية. مايكل تومسون. مايكل ليه عمرو زهران لمايكل مرة تانية. وادي الكرة تخبط في دولة وبتجدد معاه زمن الهجمة 14 ثانية والكرة أهلاوية. أوتسايد مايكل تومسون هيطلع الأوت يسلم لعمر طارق. عمر طارق يدور على تومسون مرة تانية ياخد السكرين. تومسون من عمر طارق وإيهاب أمين على 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل يلم هيثم كمان على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا. دولا يبدأ الهجمة. دولا لسه معاه كورة ياخد سكرين من بيبو عدى درايف من البيس لاين لكن تراجع تاني لملعب عمر طارق وعدى مرة تانية وباك ليب لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول بيدو يلم على الديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. مايكل بيطالب بالكلير ويسلم لعمر طارق تحت الباسكت واحد على واحد والباك ليب والتو بوينت على طول لعمر طارق يدق بيهم الفرق إلى نقطتين لصالح نادي الاتحاد 47 45 لصالح نادي الاتحاد. ناش ايه اللي حصل لكن هنا في فاول على نادي الاتحاد وتغيير. دولا يخرج وينزل مصطفى عصام فوده والاوت سايد اتحداوي. الفاول على النادي الاهلي. شوشه معاه ايهاب امين سيطر على الكوره يعمل السيل ايهاب امين وينجح لكن هنا كرة ايه اوت سايد لمسه ايهاب امين وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. فوده هيطلع الكرة لشوشه في البيز لاين يسلم لفوده مره ثانيه. يبدا الهجمه فوده ياخد السكرين من بيبو يقف على الميديا بشوط لكن بيطلع لشوشه. شوشه والبنتريشن من البيز لاين ويطلع على طول لفوده على 3 بوينت ينجح في التسجيل. ثلاث نقاط مصطفى عصام فوده. مايكل تومسون يبدا الهجمه. مايكل ياخد السكرين ويسلم لبيدو. بيدو والهاند اوف مع عمرو زهران لمايكل تومسون مره ثانيه. 12 ثانيه على زمن انتهاء الهجمه. سكرين مايكل تومسون لكن هنا اوفنسيف فاول على مايكل تومسون رقم او عفوا اوفنسيف فاول على عمر طارق رقم 55 ادمير زواربوفيتش هو اللي احتسب الخطا. اوتسايد التحداوي وارتفع الفارق مره ثانيه الى 5 نقاط. مصطفى عصام فوده لكوري ويبستر. كوري ياخد السكرين يعدي يقف من الميديم والشوط ما بينجحش في التسجيل يلم ديفنسيف ريباوند على طول بيدو يسلم ليه ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه مع شوشه يحاول يعدي لكن يستنى السكرين من عمر طارق يسلم لبيدو. بيدو لمايكل تومسون. مايكل لسه الكره معاه درايف مايكل ويعلق من الميديم لكن ما بتنجحش في التسجيل ومعاها ايه الصافره اوت سايد للصالح الاتحاد ولا الاهلي مش عارفين. هنشوف دلوقتي ادمر ووائل ابراهيم ادمر زواروفيتش هو وتشاور معه كابتن وائل والاوتسايد اهلاوي. 14 ثانيه زمن الهجمه وست دقائق 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون يطلع الاوت يسلم لايهاب امين. ايهاب مستني تومسون يسلم فعلا لتومسون. سكرين من عمر طارق لتومسون والبيك اند رول اتعملت ووصلت لعمر طارق. عمر طارق بلاي 1 اون 1 والسيمي هوك لكن يسلم ليه عبد الله نصر اللي ينجح في استغلال الباصه والتو بوينت على طول لصالح نادي الاهلي. واوفنسيف فاول على كوري ويبستر لصالح النادي الاهلي.
اوفنسيف فاول واوت سايد لصالح النادي الاهلي. في تغيير في صفوف نادي الاتحاد، هينزل اسماعيل احمد ويخرج احمد ابو العلا بيبو من نادي الاتحاد. ده الفرق الى 3 نقاط مره ثانيه، والضغط على النادي الاهلي مان تو مان. مصطفى عصام فوده يضغط من اول ملعب على مايكل تومسون. مايكل لسه مصطفى عصام فوده معاه، دفاع قوي لإيهاب امين. سكرين عدى ايهاب قبل اسماعيل، يطلع الكيك اوت لكن في السكه على طول يعمل ستيل ويروح كوره ويبستر وبلوك ولا اروع من عمرو زهران اللي ينجح على طول انه يفسد الهجمه ويسلم لعمر طارق تحت الباسكت. عمر طارق واحد على واحد يسلم لعبد الله ناصر ولا اروع، لكن ما بيجيبهاش وينجح معاه مره ثانيه في تسجيل 2 بوينت لعبد الله ناصر. يدعي الفرق الى نقطه واحده 49-50 لصالح نادي الاتحاد. ولعت المباراه، اشتعلت المباراه كعادتها بين الاهلي والاتحاد. يوسف شوشه درايف والباك سبين ويحاول وينجح في تسجيل 2 بوينت يعلي الفرق الى 3 نقاط. يوسف شوشه لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون، مايكل لسه مع الكوره، لسه الكوره مع مايكل تومسون. سكرين من عمر طارق والبيك اند رول مره ثانيه، ولا هيقلب الملعب، قلب الملعب لكن فعلا ووكن فعلا على مايكل تومسون. ووكن او مارشي او مخالفه المشي بالكوره، وتغيير في صفوف الاتحاد. هيثم كمال خارج ونزل مكانه علي محمد، ولا لسه لما ياخد اشاره الحكم يبقى هيثم كمال ويوسف شوشه خارجين، علي محمد وميدو طه هما اللي مكانهم. اوتسايد الحداوي، وادي مصطفى فوده او مصطفى عصام فوده مع الكوره، ضغط عليه مايكل تومسون، خد سكرين من علي لكن عدى تومسون ولسه مع مصطفى عصام فوده. وهنا في ايه؟ في دبل دريبل على مايكل او عفوا على مصطفى عصام فوده. مصطفى عصام فوده بيقول له ما حصلش. ادمير زوار بوفيتش هو اللي حسب الدبل دريبل، وضغط من نادي الاتحاد على نادي الاهلي. ايهاب امين يسلم لمايكل تومسون، مايكل هيبدا الهجمه، يدي على طول لبيدو، بيدو والهاند اوف مع مايكل تومسون لعمر طارق والجيف اند جو، لكن كانت يعني كان كده القطعه سريعه يعني من بيدو عن باصت عمر طارق، واوتسايد وترن اوفر على نادي الاهلي. كوره ويبستر لفوده، مان تو مان لسه النادي الاهلي، وايضا مان تو مان لسه نادي الاتحاد السكندري. والباصات مع السكرينات، اسماعيل احمد يسلم لميدو طه، ميدو ضغط عليه ايهاب امين، ياخد سكرين يحاول يعمل درايف، وصل من البيس لاين لكن ما بينجحش في التسجيل. بيدو على طول على الديفنسيف ريباوند، يسلم لايهاب امين يجري بالملعب بالفاست بريك ويقف ويشوت على الثري بوينت لكن سريعه شويه، يلم على طول نادي الاتحاد في هجمه سريعه. كوري ويبستر لكن ما بينجحش في التسجيل، بيدو على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع لايهاب امين. ايهاب امين يسلم على طول لعمرو زهران اللي بيهدم ملعبه عمرو ويلعب السيت بلاي، يوسع ايهاب امين مع كوري ويبستر من البهايند باك، يقف تاني طلب السكرين درايف ايهاب بالبيس لاين وعلي وانا علي وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول 51-52 لصالح الاتحاد. دي الفرق الى نقطه وحيده في اخر 3 دقائق 45 ثانيه من زمن الكوارتر الثالث. جيم 1 في فاينل الدوري سوبر موسم 21-22. هاند اوف مع كوري ويبستر والميس ماتش اسماعيل وعمرو زهران، يقلب الملعب على طول لميدو طه، ميدو لفوده لوبستر، ووبستر يقفوا على الميديم شوت، شوت نجح في التسجيل 2 بوينت. 2 بوينت على طول لكوري ويبستر. وادي مايكل تومسون، مايكل وادي بباصي لايهاب امين لكن ميدو طاف في السكه، حط ايده وتطلع الكره اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي، ابو النصر وسيف سمير، عمرو الجندي على دخول الملعب، خروج عمرو زهران، عمر طارق وايهاب امين. ده التغييرات اللي اجراها السينيورا جوسي بوش. واوتسايد اهلاوي، عمرو الجندي يسلم لمايكل تومسون، مايكل يبدا الهجمه، عدى نص الملعب قبل 8 ثواني، خد السكرين من سيف سمير، سيف سمير لوحده درايف من البيس لاين يوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول سيف سمير بعد اسيست من مايكل تومسون. مصطفى عصام فوده او فوده، فوده لميدو طه، ميدو
ياخد درايف يقف ويسلم لدول الفودة مرة تانية، ياخد سكرين يحاول يلعب درايف من الميدل ووصل والبلوك ولا أروع من عبدالله بيدو اللي بينجح فيه انه يعمل البلوك لمصطفى فودة ويسلم لعمر الجندي، عمر لبيدو مرة تانية سيف سمير تحت الباسكت يجيب اند جوه اللي هيلف ولف فعلا، لكن هنا فعلا ووكن او مخالفة المشي بالكرة على سيف سمير يحتسبها ادمر وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد التحداوي وشوشة رجع لارض الملعب مرة تانية، دقيقتين 28 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، تقدم الاتحاد بفارق نقطة. فودة يبدأ الهجمة، فودة بوينت جارد نادي الاتحاد يسلم لميدو طه، ميدو مع ابو النصر ياخد السكرين من علي، ميدو لسه مع الكرة يطلع لشوشة، شوشة لسه شوشة يسلم لبيبو، بيبو يقلب الملعب لفودة والميس ماتش ما بين علي وابو النصر ويطلع لفودة على 3 بوينت اوبن شوت قبل 24 سنة لكن ما بيجحش في التسجيل، يلم على طول سيف سمير ويسلم لمايكل تومسون اللي يبدا مع الهجمة، هجمة الاهلي لسه مايكل تومسون اخر دقيقة و50 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل خد السكرين درايف ولقى الطريق واسع طلع كيك اوت لابو النصر، ابو النصر على الثلاثة بونت لكن ما بيرجعش في التسجيل، بيبو يلم على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لفودة، فودة لبيبو مرة ثانية لميدو طه وسكرين من علي حاول يعدي يسلم لشوشة سكرينات درايف لكن طلع لبيبو، بيبو يهوش ويتراجع عن موقفه ويسلم لمصطفى عصام فودة في الخمس ثواني الأخيرة، مصطفى عصام تخبط في رجله تخبط في رجل مايكل تومسون تبقى لإشارة كابتن وائل إبراهيم وبتطلع أوت سايد للأهلي ويتجدد معها الزمن الهجمة. 14 ثانية دولة على دخول الملعب وخروج مصطفى عصام فودة ومايكل تومسون يخرج وينزل مكانه عمر عزم، تغييرين في صفوف الأهلي والاتحاد والكرة التحدوية. شوشة لسه معاه الكرة، شوشة مع عمرو الجندي درايف من البيس لاين يتراجع عن موقفه والستيب باك ويشوط لكن ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي، عمرو في اصابه كده خفيفه يعني ان شاء الله اتمناها خفيفه لابو النصر، عمرو الجندي ياخد السكرين من سيف سمير، عمرو لسه الكره مع عمرو لعمر عزب قلب الملعب الناحيه الثانيه لبيدو، بيدو من البيس لاين والبنتريشن لكن هنا في فاول على احمد ابو العلب بيبو ومعاها التو شوتس لصالح عبد الله ناصر او بيدو، اخر دقيقه في زمن احداث الكوارتر الثالث و54 53 لصالح نادي الاتحاد. بيدو على تنفيذ الرمي الفري ثرو الاول، لم ينجح في التسجيل. مره ثانيه بنهني فريق اليد بتاهله لكاس العالم بعد فوزه على نادي الزمالك بنتيجة 32-31 وزي ما حضراتكم شفتوا كابتن ياسر ربيب والمداخلة مع الكابتن هيثم السعيد. وادي الفري ثرو الثاني ما بيجيش لكن اوفنسيف ريباوند ولا أروع من عمرو الجندي ينجح معاها في تسجيل 2 بوينت عشان يجعل التقدم بفارق نقطة لصالح الأهلي والأهلاوية. دولا لعلي هاند أوف مع شوشة، شوشة والسكرين مع بيبو، شوشة حاول يعمل الدرايف يوصل لكن يطلع لعلي على طول على الكيك أوت وبلوك الثالث لي بيدو ولسه كرة حيرة وتوصل عمر عزب اللي يلحقها ويسلم لسيف سمير ويستلمها مرة تانية آخر 30 ثانية في زمن أحداث الكورتر الثاني. عمر عزب، عمر لسه مع الكرة لعمر الجندي، يلحق عمر الجندي ياخد السكرين من سيف سمير هيفنش بإيه، بدرايف ولا 3 بوينت؟ عمر عزب على 3 بوينت لكن إير بول يلحق بيدو على طول ويطلع لسيف سمير في الثواني الأخيرة يشوط لكن ما بيرجعش في التسجيل ويحاول يزقها كده أبو النصر لكن تخبط في إيد بيدو وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد الاتحداوي وتغيير في صفوف الاهلي، خرج بيدو اللي قدم مباراه 3 بلوك ونزل عمر سرحان وضغط النادي الاهلي. اخر 11 ثانيه واربع اجزاء من الثانيه تقدم الاهلي بفارق نقطه لصالح ميدو طه، عدى ميدو في اخر 10 ثواني لسه الكره معاه يستلم اخر خمس ثواني في زمن الكورتر الثالث، وصل بيدو لكن او ميدو لكن بيتعمل له بلوك بتسيف سمير واوتسايد لصالح نادي الاتحاد.
اخر دقيقه اخر ثانيه وثلاث اجزاء من الثانيه تاتش بول على الشوطه 3 بوينت لكن ما بينجحش في تسجيلها كوري هوبستر عشان تاتي معها انتهاء صافره احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي 55 54 لصالح اول تقدم النادي الاهلي في احداث هذه المباراه دقيقتين زمن الراحه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه نرجع معاهم في الفصل الاخير لاحداث الفتره الرابعه والكوارتر الرابع وهنشوف تعليمات المديرين الفنيين ايه في احداث هذه الكوارتر رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الفصل الاخير في جيم 1 ما بين الاهلي والاتحاد والنتيجه 55 54 هقول لحضراتكم على خماسي الاهلي ابو النصر مروان سرحان سيف سمير عمر عزب وعمرو الجندي اما خماسي الاتحاد بيبو هيثم كمال كوري هوبستر ميدو طه ودولا والكره التحدويه كوري هوبستر لميدو طه دفاعات من النادي الاهلي قويه بيبو والهاند اوف مع ميدو طه اللي بيحاول يعمل الدرايف لكن دفاعات الاهلي قويه هيثم كمال في الدرايف بيلف ويروح بشماله لكن ما بينجحش في التسجيل والكره هنا بتروح فين؟ بتخبط في ايد عمر عزب وبتطلع اوت سايد لصالح الاتحاد. اوت سايد اتحداوي 14 ثانيه زمن الهجمه وادي الكره تخبط في ايد ميدو طه وبتطلع اوت سايد لصالح الاهلي. ضغط نادي الاتحاد من اول الملعب 10 دقائق من يعني هياخد الخطوه الاولى في البيست اوف 5 من الفريقين سيف سمير والكيك اوت لابو النصر عمرو الجندي لسه الكره مع عمرو مان تو مان نادي الاتحاد ومان تو مان ايضا نادي الاهلي والبيك اند رول بينه وبين سيف سمير وبيشوط سيف لو كان اداله مره ثانيه لكن على طول ما بيجيبش ويلم عمرو الجندي وعلى 3 بوينت والاولى اولى الثلاثيات لعمرو الجندي في احداث هذا الكوارتر يجعل التقدم بفارق اربع نقاط لصالح النادي الاهلي هيثم كمال من الاتحاد دفاعات قويه من الاهلي وايضا من الاتحاد دولا لكوري اوفيسر كوري لسه الكره معاه كوري درايف من البيس لاين وصل لكن ما بينجحش في التسجيل عمر وان سرحان ديفنسيف ريباوند ورا اروع يسلم على طول عمر عزب عمر لسه الكره معاه لابو النصر بالبيس لاين على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل هيثم كمال ديفنسيف ريباوند ويلم على طول ويسلم لدولا دولا 58 54 اربع نقاط فارق لصالح النادي الاهلي ميدو طه يقف على 3 بوينت ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل مروان سرحان ديفنسيف ريباوند ولا اروع يسلم لعمرو الجندي عمرو لكن هنا ميدو طه يرتكب معاه فاول من الكسندر جيلسيتش الحكم الصربي وتغيير اسماعيل احمد في دخول الملعب مكان هيثم كمال من نادي الاتحاد اوتسايد اهلاوي وايضا مصطفى عصام فوده بدلا من دولا في تغييرات لفريق نادي الاتحاد يجريها الكوتش مرعي عمرو الجندي لسه الكره مع عمرو يسلم لابو النصر ابو النصر سيف سمير تحت الباسكت عايز يلعب واحد على واحد والسيمي هوك ويروح ويشوط وينجح في تسجيل 2 بوينت كمان لصالح نادي الاهلي كرة تحدوية كوري هوبستر كوري يبحث عن الاختراق يسلم لاسماعيل اسماعيل هوبستر مرة ثانية على 3 لسه كوري هوبستر لاسماعيل تحت الباسكت بلاي 1 ان 1 يطلع كيك اوت لفودة اخر ثانيتين من زمن الهجمة لبيبو اللي يضطر يشوط اي حاجة معاها تير بول وتأتي معها الباسر ل 24 ثانية وتقول الكرة لصالح النادي الاهلي دفاع قوي من النادي الاهلي في بداية احداث الكوارتر الرابع وبدايته كانت من احداث الكوارتر الثالث قدر يضيق الفارق ويتقدم بالفارق الى 6 نقاط ياسر صالح في التغيير لصفوف نادي الاتحاد بدل من ميدو طه 6 نقاط فارق لصالح نادي الاهلي الكسندر جيليسيتش الصربي الجنسيه مروان سرحان ضغط من نادي الاتحاد يريد التعويض عمرو الجندي يستلم مع ياسر صالح عايز يعدي قبل الثمان ثواني عدى فعلا عمرو الجندي لسه معاه الكوره عمرو لابو النصر تحت الباسكت ليه سيف سمير ومعاه بيبو بلاي 1 ان 1 والسيمي هوك المره الثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل اسماعيل على طول يلم على الديفنسيف ريباوند يسلم لكوري هوبستر كوري
سكرين من اسماعيل لسه كوري ودرايف وبصة ولا اروع، لكن هنا بيبو بيرتكب معاه فاول من مروان سرحان بتو شوتس على طول. لكن هنا الحسابات ايه؟ الاتحاد بيطالب بالان سبورتس مان لايك فاول زي ما احنا شايفين. كوتش مرعي نشوف المشاورات ما بين ادمير والابراهيم، يا فاول ولا ان سبورتس مان لايك فاول؟ هنشوف فاول، فاول خلاص كابتن وائل ابراهيم ادى اشارته بفاول. لا عفوا هي مش فاول، ده اي ار اس هيشوف الاي ار اس، عفوا هو مش فاول، هو هيشوف الاي ار اس زي ما احنا شايفين قدامك. مشاهدات ما بين كابتن وائل ابراهيم وادمير زواروبوفيتش الحكم البوسني والحكم المصري والاي ار اس انستنت ريبلاي سيستم. مشاورات زي كده تايم اوت، هنشوف ادي القرار هناخده دلوقتي، هيتاخد دلوقتي قرار من كابتن وائل. سته فاول بتو شوتس على طول، سته هو مروان سرحان، فاول عادي والتو شوتس لصالح احمد ابو العلا بيبو. وهنا في شرح ما بين ادمير واسماعيل احمد، هو بيقول له على الكوره واسماعيل بيقول له لا على ايده، ده الحوار. وادي بيبو على الفري ثرو الاول ما بينجحش في التسجيل، والفري ثرو الثاني بيبو. ينجح في تسجيل الفري ثرو الثاني، صفرة من ارض الملعب وتغيير رامي ابراهيم في اول مشاركات لي بدلا من احمد ابو العلا بيبو، وضغط زي ما احنا شايفين من نادي الاتحاد البريس فول كورت، من نادي الاتحاد التعويض الفارق 5 نقاط ده الفارق. عمرو الجندي مع ياسر صالح، ياسر وعمر هوش بجسمه كويس قوي، عدى قبل الثمان ثواني، سلم لسه الكره بيحتفظ بيها، طلب السكرين وسع الملعب، سيف سمير جاله لسه درايف وعلي وانا علي وينجح في تسجيل 2 بوينت. عمرو الجندي على طول يوسع الفارق الى 62 55، على الكوره من قدام رامي ابراهيم وينجح في تسجيل 2 بوينت. الكوره مع نادي الاتحاد، يسلم ياسر صالح مع الهاند اوف مع مصطفى فوده، كوره اوبستر يلحق قبل ما تتعمل ستيل، وادي سكرينايه لسه اوبستر على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول مروان سرحان ويهدى بالملعب ويسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي طالب بتنفيذ الخطه، لسه الكره مع عمرو، معايا ياسر صالح قافل له ناحيه اليمين او عفوا ناحيه الشمال بسكرين، وادي عمرو الجندي وثلاثيات عمرو الجندي لكن اير بول وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 62 55 لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق 18 ثانيه عزيزي مشاهد قناه النادي الاهلي على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. فكر حضراتكم سلسله البيست اوف 5 يوم الاحد اللي هو النهارده، وبعد بكره الثلاث ويوم الخميس ويوم السبت والاثنين. وادي اسيست ولا اروع من اسماعيل احمد لكوري اوبستر اللي كان قاطع في غفله دفاعيه من النادي الاهلي وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول، تقول الكره لصالح النادي الاهلي. عمر عزب يسلم لمروان سرحان والهاند اوف مره ثانيه مع عمر عزب. عمرو الجندي مفتاح لعب النادي الاهلي، درايف والبيك اند رول ويسلم حلوه قوي لسيف سمير ينجح في تسجيل نقطتين بالبيك اند رول ولا اروع من سيف وعمر طارق وعمرو الجن. فوده لاسماعيل احمد، اسماعيل لرامي ابراهيم، رامي على 3 بوينت يجرب حظه وده الفرق لكن ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من عمر عزب، فاست بريك لكن تخبط في رجل عمر عزب وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 64 57 7 نقاط فارق، وادي عمر عزب يخرج وينزل مكانه مايكل تومسون او ده تايم اوت. تايم اوت يطلبه كوتش مرعي، انتصاف الكوارتر الرابع 5 دقائق 31 ثانية. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي، وزي ما شفنا تعليمات الكوتش او السينيورو جوسي جولبي بوش الاسباني وحوار بينه وبين ايهاب امين. عمرو الجندي، سيف سمير، ابو النصر، مروان سرحان، او عفوا مايكل تومسون، مروان سرحان، ابو النصر، سيف سمير، وعمرو الجندي. ده خماسي النادي الاهلي، خماسي نادي الاتحاد، رامي ابراهيم، احمد اسماعيل، ياسر صالح، كوري اوبستر، ومصطفى عصام فوده. كرة تحدوية والحازة للاتحاد، رامي ابراهيم لويبستر او كوري، كوري طلب السكرين، جاله رامي، عدى درايف، عايز يعمل بيك اند رول ويستغل الميس ماتش اللي بين رامي وبين ابو النصر، يسلم فعلا ويقاطع له ياسر ابراهيم، ياسر صالح عفوا، وتوصل لاسماعيل على 3 بوينت، اسماعيل ينجح في تسجيل 3 نقاط، يدعي الفارق الى 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. سمعة ينجح في تسجيل 3 بوينت. مايكل تومسون، مايكل يسلم لسيف سمير، سيف لابو النصر ومعاه السكرين، ابو النصر والبيك اند رول، يطلع كيك اوت لعمرو الجندي على 3 بوينت اوبن شوت، لكن ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها سيف سمير ينجح فعلا انه ياخد الاوفنسيف ريباوند. وادي عمرو الجندي والدرايف وينجح في تسجيل نقطتين، عمرو الجندي يوسع الفرق الى 6 نقاط مره ثانيه. ست نقاط لصالح النادي الاهلي، رامي ابراهيم لكوري ويبستر، كوري وسكرين من السمعه، كوري ودرايف من الميدل ويوصل، لكن هنا في ايه؟ في هنا فاول، كابتن وائل ابراهيم فاول، يحتسب فاول على مروان سرحان رقم 6، وتغيير في صفوف الاتحاد، رامي ابراهيم مكان او هيثم كمال مكان رامي ابراهيم، وسيف سمير يخرج وينزل مكانه عبد الله ناصر بيدو. يتولى رقابة هيثم كمال، وكوري اوبستر يتولى رقابته ابو النصر، واحد من افضل اللاعبين دفاعيا في النادي الاهلي ان لم يكن في مصر ايضا. كوري اوبستر ياخد سكرين من السمعه، كوري للسمعه، درايف السمعه والباك سبين، ويعمل هنا في فاول، فاول هنا على مين؟ فاول على ابو النصر، فاول على ابو النصر. دولا ينزل مكان فوده في الاتحاد، تغيير يجري ايضا الكوتش احمد مرعي. اوتسايد التحداوي 14 ثانيه زمن الهجمه، تقدم الاهلي 6 نقاط حتى هذه اللحظات. كوري اوبستر يستلم من دولا، كوري لسه الكره معاه والباك ستيب والشوت ميديا بشوت، لكن ما بيجحش في التسجيل. هيثم كمال الاوفنسيف ريباوند والسيمي هوك، وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول، يضغط نادي الاتحاد زي ما احنا شايفين من تعبيرات وجه الكابتن او الكوتش احمد مرعي، ضغط نادي الاتحاد. وادي ستيل من ياسر صالح، توصل لدولا، دولا لكوري اوبستر، ويشوط على 3 بوينت وينجح في تسجيل 3 نقاط، يضيق الفرق الى نقطه وحيده بعد تقدم النادي الاهلي الى 6 نقاط، 5 نقاط للاتحاد في هجمتين. مروان سرحان لمايكل تومسون، مايكل وفاول على الدولة، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. ياسر صالح يخرج وينزل شوشه مكانه في الاتحاد، ويخرج مروان سرحان وينزل ايهاب امين، وبيدو عبد الله ناصر يخرج وينزل سيف سمير. ثلاث دقائق 33 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ابو النصر، ابو النصر ياخد سكرين من سيف سمير، يعدي درايف يسلم سيف سمير اللي قطع له حلو قوي، وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. سيف سمير ولا اروع، اسيست من ابو النصر،
يوسع الفارق الى 66 65 وادي ستيل من ابو النصر وفص بريك لابو النصر ويوصل ابو النصر لكن ينجح انه ياخد فاول على الشوشه والتو شوتس على طول لابو النصر تو شوتس لابو النصر بعد عمل ستيل كويس قوي 3 دقائق 7 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع 68 65 بيبو ينزل مكان اسماعيل احمد وكوري هوبستر يخرج وهنشوف مكانه مين دلوقتي وابو النصر على تنفيذ الفري ثرو او الفاول شوتنج التو شوتس اللي خدهم نيجو طه هو اللي نزل ونجح ابو النصر في تسجيل اول فري ثرو وسع الفارق الى 69 65 لصالح النادي الاهلي 3 دقائق 7 ثواني زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه تفكير عميق من السنيورو جوستي بوش وابو النصر على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل يوسع الفارق الى 5 نقاط لصالح النادي الاهلي هيثم كمال لبيبو هيثم كمال وبيبو ومهمة شاقة في الديفنسيف ريباوند والاوفنسيف ريباوند ميدو طه والبنتريشن وصل ما بينجحش في التسجيل يلم على طول مايكل تومسون ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لإيهاب أمين إيهاب يضغط ميدو طه أو دولا إيهاب ودرايف من البيز لاين ويسلم لسيف سمير اللي يلحق ويطلع كيك أوت لعمرو الجندي عمرو الجندي لسه معاه الكورة في آخر 8 ثواني في زمن أحداث الهجمة وادي مايكل تومسون يهوش ويوصل ويعلي وما ينجحش في التسجيل بيبو يلم على طول ديفنسيف ريباوند لدولا دولا لسه مع كرة دولا وادي شوشه شوشه واخد السكرين من بيبو ويعمل الدرايف ويروح بالبنتريشن ويستخدم اللوحه ما ينجحش في التسجيل هيثم كمال على طول ينجح في السكند شوت وينجح في تسجيل تو بوينت على طول كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم نادي الاتحاد 70 67 لصالح نادي الاهلي اخر دقيقتين و11 ثانيه على انتهاء الزمن الكوارت الرابع والمباراه تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه جول ببوش 70 67 زي ما حضراتكم شايفين ثلاث اخطاء هنا وثلاث اخطاء هنا ابو النصر ايهاب امين عمرو الجندي مايكل تومسون والسيف سمير ده خماسي نادي الاهلي هيثم كمال دوله ومصطفى عصام فوده وشو او ميدو طه وشوشه و خامس هقول لكم مين والاوتسايد والاهلاوي والضغط التحداوي صراع خارج الخطوط ما بين السنيور اوجوستي جول ببوش والعبقري كوتش احمد مرعي ايهاب امين وهجمه عنتريه لكن ما بينجحش في التسجيل يلم على طول هيثم كمال يسلم لدوله دوله لميدو طه لدوله مره ثانيه لشوشه شوشه وسكرينات مع بيبو وادي البيك اند رول وادي بيبو من على بعيد كده لكن ما بينجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند على طول من بوبي ايهاب امين مايكل تومسون يبدا الهجمه مايكل لسه مع الكوره دوله مش سايبه لسه الكرة مع مايكل هينفذ ايه؟ هنشوف دلوقتي لعمرو الجندي عمرو ودرايف عمرو لكن تخبط فيه وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد في الاتحاد.
دقيقة 26 ثانية وتلقى التشجيع كده عمرو الجندي من الكوتش أوجوستي ويقول له ارجع ما يهمكش مفيش مشكلة. ثلاث نقاط فارق لصالح نادي الأهلي. دقيقة 26 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. تشجيع من السنيور أوجوستي وادي هنا بيسيب الكورة عشان التايم. دولة دفاعات من النادي الأهلي مان تو مان. كوري وبستر كوري ليسلم لهيثم كمال. هيثم لإسماعيل تحت الباسكت وينجح في تسجيل 2 بوينت يدعي الفرق إلى نقطة وحيدة. وادي مايكل تومسون ضاغط لسه نادي الاتحاد. دقيقة 10 ثواني على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. مايكل حاول يعمل معاه الستيل يسلم لأبو النصر وهنا في صافرة من الحكم ألكسندر جليسيتش بتقول إنها أوتسايد للصالح النادي الأهلي. أوتسايد أهلاوي ومايكل تومسون كده يربط الشوز بتاعه يعني برضو يهدي لعيبته. دقيقة الأخيرة فارق نقطة لصالح نادي الأهلي. 14 ثانية زمن الهجمة وأوتسايد أهلاوي. مايكل تومسون بيطلع لسيف سمير. سيف مستني هاب أمين لكن بيتخطف منه كده وبيعمل ستيل هيثم كمال ويسلم لميدو طه. ميدو طه يسلم لدولة في يعني خطأ كده مش وقته لكوري وبستر. كوري لسه الكرة مع كوري يطلع لدولة. دولة ياخد السكرين ويسلم لكوري تحت الباسكت لدولة على الكيك اوت ويشوط وينجح في تسجيل ثلاث نقاط ويخلي الفارق فرق نقطتين للصالح نادي الاتحاد. على طول كوتش أوجوستي يطلب التايم اوت. ادي الثلاثيه الاخيره من دولة بعد تيرن اوفر كده من سيف سمير. على طول كوتش أوجوستي يطلب التايم اوت في اخر 42 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الرابع والمباراه وتقدم الاتحاد بفارق نقطتين. تعال نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللي طلبه الكوتش او السنيور أوجوستي جولبي بوش. باسكت فارق للصالح نادي الاتحاد وطلوع الكره من منتصف ملعب نادي الاتحاد. إذن ستكون الهجمه 14 ثانيه في اخر 42 ثانيه من زمن الهجمه. تخلص 2 بوينت يبقى درو جيم. تخلص 3 بوينت يبقى الاهلي ليد 1 بوينت. ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوتسايد اهلاوي مايكل تومسون اللي هيطلع لها. ألكسندر جليسيتش الحكم الصربي في انتظار إشارة الأوكي. وادي عمرو الجندي يستلم يسلم لمايكل تومسون مرة ثانية. مايكل لسه مايكل ياخد السكرين من سيف سمير والبيك اند رول لكن يسلم لإيهاب أمين على الثري بوينت. إيهاب لكن ما بيرجعش في التسجيل يلم إسماعيل على طول تخبط في إيد الحكم. هنشوف قال ايه. سيف بيقول مش عليا. الحكم كابتن وائل بيقول عليا على سيف. هنشوف هل هنلجأ للاي ار اس. هنلجأ للاي ار اس لكن في تغيير دلوقتي في صفوف الاتحاد. ميدو طه نزل. هنشوف مكان اعتقد مكان فوده وفي حوار ما بين ألكسندر جليسيتش والسنيور أوجوستي بوش. في هنا تشاور ما بين ألكسندر جليسيتش ووائل ابراهيم. هنشوف ايه اللي حصل.
طب نشوفها مرة تانية. هنا اعتقد هنا خلاص هيتم الجول. لا يا ريس، هنشوف قرار الحكم وائل ابراهيم وادمير زواربوفيتش. كابتن يحيى زكريا والعميد يحيى زكريا، وادي الاي ار اس. فما زلنا في انتظار الاي ار اس او نتيجته او قراره. ادمير وائل والكابتن وائل ابراهيم. انتظار القرار ومراجعة الاي ار اس، كابتن وائل ابراهيم وادمير زواربوفيتش. هنا لحظة شوطة ايهاب امين، وهنا بيبتدي يمشي سلو موشن كده فريم باي فريم عشان يقدر يوصل لللاست تاتش فين. هل هي على اسماعيل احمد ولا على سيف سمير؟ نشوف هنا القرار ايه. جوست بوش في انتظار القرار ايضا، والفرقتين في انتظار القرار. اعتقد ان هم نزلوا، وادي مخرجنا بيجيب الاعاده. يعني مش باينه بصراحه عشان، لكن هنا خلاص تم اتخاذ القرار. ادمير هو اللي هيبلغ القرار. ده كابتن وائل ابراهيم او كابتن وائل ابراهيم بعد مراجعه الاي ار اس. تقول الكره على طول لصالح النادي الاهلي مع تجديد زمن الهجمه 14 ثانيه لصالح النادي الاهلي، 31 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اوتسايد لنادي الاهلي، ونزل ياسر صالح على ارضيه الملعب. مايكل تومسون يسلم لسيف سمير، سيف لمايكل مره ثانيه على الميديا بشوت شوت، لكن ما بيرجعش في التسجيل. ويبستر على طول يلم ديفنسيف ريباوند ويضغط النادي الاهلي. حاول ايهاب امين يقطع لكن توصل لهيثم كمال. هيثم كمال يعدي قبل الثمان ثواني، يسلم لدوله. دوله وادي فاول على طول لمايكل على مايكل تومسون على طول. تو شوتس لدوله لاعب نادي الاتحاد. تايم اوت يطلبه الكوتش مرعي. تايم اوت يطلبه الكوتش مرعي. تعال نسمع تعليمات التايم اوت الاخير لاخر 16 ثانيه من زمن احداث الكوارت الرابع والمباراه، ونرجع لحضراتكم مره تايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي مع تو شوتس على طول لدولا. شفت التعليمات للسنيور جوسي بوش، خماسي الاهلي ايهاب امين، عمرو زهران، سيف سمير، عمرو الجندي ومايكل تومسون، اسماعيل احمد، كوري هوبستر، دولا. ده اوتسايد لصالح نادي
الاتحاد كان الاهلي مرتكب 3 اخطاء شخصيه والاتحاد دلوقتي مرتكب 3 اخطاء شخصيه كده اوتسايد. هلا نلجا للفاول جيم. اسماعيل احمد حاول هنا فعلا على طول فاول بيرتكبه عمرو زهران والتو شوتس على طول لصالح اسماعيل احمد لاعب نادي الاتحاد. اسماعيل على تنفيذ الفري ثرو الاول نجح في التسجيل 3 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. السمعة على تنفيذ الفري ثرو الثاني. ايهاب امين بيقول للكوتش اوجوسي خد تايم اوت. 4 نقاط يزيد المهمة صعوبة على النادي الاهلي لكن كوتش اوجوسي على طول يلجأ الى التايم اوت. 4 نقاط و13 ثانية على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. يا ترى هيحصل فيهم ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي وهنسمعه في تعليمات الكوتش اوجوستي بوش. 14 ثانية. ثلاثة احنا معانا فاول. كوتش انت جاب السويتش كل حاجة. We want to play this cross screen like we played against Amin. If we get a cheap foul on you have to delay the pass. We keep the ball in your hands. So let's see if they foul here and it's just problem like before he passed the ball. We keep the ball. The goal is not to pass. التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. تعليمات كوتش احمد مرعي في الدفاع. دفاعيا اي سكرين سويتش اعمل سويتشات. عندنا فاول يعني هو لو ارتكب خطا شخصي باوت سايد مش بتو شوتس عكس النادي الاهلي اللي عنده 4 اخطاء شخصيه. الكره دلوقتي في حيازه النادي الاهلي. 14 ثانيه زمن الهجمه و14 ثانيه زمن على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. اوت سايد اهلاوي وابو النصر هو اللي هيطلع الاوت اللي نزل مكان عمرو زهران. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. ابو النصر هيطلع الاوت. مان تو مان دفاع قوي من نادي الاتحاد. ابو النصر بيدور على ايهاب امين. استلم فعلا ايهاب امين. درايف ايهاب امين وصل ايهاب امين نجح في تسجيل نقطتين. 11 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الرابع ويطلع اسماعيل لكن تقع من ايد ياسر صالح وبتطلع اوت سايد لكن هنا الكابتن وائل الفاول. الفاول على ايهاب امين. خلينا نقول اللي بيجرى في الملعب لو نشوفها في العاده مره ثانيه. هنا الفاول في فاول تو شوتس تو شوتس بيتبلغ الحكم من حكام الترابيزه. لو نشوفها مره ثانيه في العاده وتو شوتس لياسر صالح. نقطتين وعشر ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. عشر ثواني وياسر صالح على الفري ثرو الاول. وادي ياسر صالح على الفري ثرو الاول. ما نجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول. وادي الفري ثرو الثاني ياسر صالح على التنفيذ. 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارت الرابع والمباراه وياسر صالح على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. ضغط نادي الاتحاد. الاهلي محتاج يخلص من الثلاثيه. مفيش اي مفر ثاني. مايكل تومسون يسلم لسيف سمير. سيف لعمرو الجندي. عمرو يهوش على الثري بوينت وشوت عمرو ونجح عمرو في تسجيل 3 نقاط. 3 نقاط عمرو الجندي بالدرو جيم ويعدي تنتهي معاها زمن احداث الكوارتر. هنا في ثانيه واحده بس نهدى يا جماعه. في تايم اوت واخر 6 اجزاء من الثانيه. اخر 6 اجزاء من الثانيه و3 بوينت قاتله لعمرو الجندي ياتي معها بالتعادل. كوتش احمد مرعي على طول يطلب تايم اوت. يطلب تايم اوت 8 اجزاء من الثانيه.
8 اجزاء من الثانيه 75 75. عمرو الجندي تلاتاية، مفيش اروع من كده. لو انتهت التايم اوت، او عفوا انتهت المباراه بالنتيجه دي، هنلجا الى الاكسترا تايم 5 دقائق. طبعاً أجزاء من الثانية. عزيزي المشاهد، مشاهدي قنوات النادي الأهلي، جيم 1 تعادل 8 أجزاء من الثانية على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة. زي ما قلت لحضراتكم، لو انتهت النتيجة كده هنلجأ للإكسترا تايم الأول. إيهاب أمين 19 نقطة، وعمرو الجندي الثلاثية الأخيرة يحرز 17 نقطة في أحداث هذه المباراة. الخماسي اللي في الملعب عمرو الجندي، إيهاب أمين، سيف سمير، عبد الله بيدو ومايكل تومسون. أما خماسي نادي الاتحاد لم يقرر كابتن مرعي أو كوتش مرعي في الخماسي اللي هينزل دلوقتي. نزل نادي الاهلي، سيف سمير وبيدو تحت الباسكت، ابو النصر وايهاب امين وعمرو الجندي. اما خماسي نادي الاتحاد بيبو واسماعيل احمد. نشوف مين تاني. اتعدل التايم بقى ثانيه، واحد من العشره من الثانيه. اتعدل التايم، كوري ويبستر، اسماعيل احمد، ميدو طه، بيبو، وعلى التنفيذ الاوتسايد دولا. ثانيه واحده بيبو، ويشوط بيبو لكن ما بينجحش في التسجيل، وتاتي معها بزر انتهاء احداث الكوارتر الرابع واللجوء الى الاكسترا تايم 75 75. نلجا الى التايم اوت ونسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهت الراحة واللجوء إلى الكوارتر الخامس أو الإكسترا تايم، والحازة أهلاوية تبادلية. في هنا زي ما احنا شايفين كوري هوبستر متقدم في التهديف ب 15 نقطة لصالح نادي الاتحاد، يقابله إيهاب أمين ب 19 نقطة وعمرو الجندي 17 نقطة. سيف سمير، مايكل تومسون، عمرو زهران، عمرو الجندي وابو النصر، خماسي النادي الاهلي اللي معاه كوره. عمرو الجندي درايف لزهران في البيز لاين، لسه الكوره مع زهران، طلب
ان ياخد عمرو الجندي والهاند اوف اخر 7 ثواني في زمن الهجمه. عمرو زهران على الثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها ابو النصر، تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد ابو النصر وبتطلع اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. ممثل الاتحاد ميدو طه دولا كوره ويبستر. الكسندر جليسيتش شوف خلاص هنلعب عادي. ميدو طه لدولا 5 دقائق واكسترا تايم اول وتعادل مثير في اللحظات الاخيره من عمرو الجندي بثلاثيه، ما فيش اروع من كده. ياتي معها التعادل ولا جول الاكسترا تايم، كوره ويبستر والدرايف ويعلي الكوره لكن سيف سمير ينجح؟ لا ما نجحش، داس على اللاين وبتطلع اوتسايد للصالح الاتحاد. اوتسايد حداوي ياتي معها زمن تجديد الهجمه ولا ايه؟ ادمر زواربوفيتش سمع حد بيقول 7 سكند لكن ادمر زواربوفيتش هيراجع الاي ار اس مع الكسندر جيليسيتش البوسني والصربي. حجمني بمنتهى الهدوء والحكمه، ده ما يقللش طبعا من حكامنا المصريين اللي بندعمهم دعم غير طبيعي وكامل طبعا. شوف هنا هيراجع هنا الاي ار اس، هل هي لمست؟ هنشوف زي ما احنا شايفين الكسندر جيليسيتش بيساور على الساعة، هل هي 14 ثانية ولا 7 ثواني زي ما قالوا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوتسايد عداوي ثانية. اسماعيل بيحاول يقطع يسلم ليه؟ دولا يبدأ الهجمة وكوري هوبستر مع عمرو زهران يشوط كوري هوبستر لكن فاول يرتكبه عمرو زهران بثلاث فاولات بثلاث رميات او 3 فري ثرو وسبرين انكل كده. سلامات لكوري هوبستر، الف سلامة كوري هوبستر. سلامات نزل على رجله كده سبرين انكل، واضح تألم عليه. بينتظروا الكابتن وائل وادمر والكسندر بينتظروا كده هيقوم ولا هي مش هيقدر يكمل. قام الف سلامه على كوري هوبستر وهيشوط الثلاث رميات او الثلاثه الفري ثرو 3 شوتس لكوري هوبستر. على طول كوتش احمد مرعي بيجهز الاحتياطي وعلى الغالب هيكون مصطفى عصام فوده في حاله ان كوري هوبستر مش هيقدر يكمل. وادي ويبستر او كوري على تنفيذ الفري ثرو الاول. ما بينجحش في تسجيل الفري ثرو الاول، كوري ويبستر متاثر باصابته. وادي كوري الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل يجعل التقدم اتحاداوي بفارق نقطه. بيبلغ الجهاز الفني بيقول لهم انا كويس. وادي كوري على الفري ثرو الثالث ينجح في التسجيل يجعل التقدم نقطتين او 2 بوينت وتغيير في صفوف الاتحاد. شوف مين داخل ومين خارج دلوقتي. ضغط من نادي الاتحاد على مايكل تومسون، ميدو طه يتولى الرقابه. مايكل تومسون يعدي كوري هوبستر في الملعب. ايهاب امين ايهاب ل مايكل تومسون مره ثانيه ياخد السكرين والبيك اند رول ويطلع الكيك اوت لعمرو الجدي على الثلاثيه. عمرو الجدي اوبن شوت لكن ما بيرجعش التسجيل. هوبستر على طول ديفنسيف ريباوند يلم ويسلم لميدو طه اللي بدوره بيسلم لدولا. دولا لميدو طه. ميدو عدى معاه ايهاب امين وقف طلع الكره لبيبو. بيبو والهاند اوف مع كوري هوبستر. كوري مستني هيعمل ايه؟ ده درايف ولا 3 بوينت لكن ستيب باك وشوت لكن ما بينجحش في التسجيل. مايكل تومسون على الديفنسيف ريباوند على طول ويلم مايكل يسلم للجندي. الجندي بيطالب ايهاب امين انه يجي. ايهاب بياخد الهاند اوف ودرايف يحاول يوصل لكن يطلع كيك اوت لعمرو الجندي. عمرو درايف بالبيس لاين يوصل عمرو يطلع كيك اوت لابو النصر. ابو النصر درايف مره ثانيه والباصات ورايح لكن ما بينجحش في التسجيل. حاول معاها توصل لسيف سمير اللي الدور يزقها
لمايكل تومسون لكن تخبط في ميدو طه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. الكسندر جليسيتش حسبها على النادي الاهلي واوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تغيير في صفوف الاتحاد. اعتقد كوري ويبستر كوري ويبستر هو اللي خارج فعلا. واوتسايد ولسه نقطتين في كل الدقيقتين حوالي 30 ثانية اللي فاتوا، نقطتين بس سجلوا من نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة. مايكل تومسون عفوا. ميدو طه، ميدو لبيبو. بيبو طلع لمصطفى حسام فودة اللي نزل مكانه مكان كوري. مصطفى فودة لاسماعيل احمد، اسماعيل للكيك اوت لفودة. فودة ودرايف اخر ثلاث ثواني في زمن الهجمة وشاط ونجح في تسجيل تو بوينت على طول. كوتش مرعي بيقول له اضغط اضغط. مايكل تومسون 77 79 عفوا 75 مايكل تومسون والهاند اوف مع عمرو. مايكل لسه الكرة معاه، يسلم لإيهاب أمين على 3 بوينت. إيهاب بعيدة لكن ما بيرجعش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من إسماعيل أحمد، يسلم لدولا. دولا عدى بالثمان ثواني، قبل الثمان ثواني لسه الكرة معاه لفودة. مصطفى فودة ماذا سيفعل؟ آخر 10 ثواني في زمن الهجمة والجيف اند جو دولا ويطلع ليه اسماعيل على 3 بوينت ما بيتجحش في التسجيل. سيف سمير على طول للمبر باوند ويسلم مايكل تومسون. مايكل عدى مايكل لسه الكره مع مايكل. اخر دقيقتين ثلاث ثواني على زمن احداث الاكسترا تايم. وهنا في ايه؟ في فاول على طول يرتكبه بيبو او دولا رقم زيرو بالتو شوتس. دولا فعلا على دولا رقم زيرو والتو شوتس على طول لصالح عمرو الجن او اوتسايد صالح عمرو الجن. دولا يخرج وينزل مكانه شوشه زي ما احنا شايفين. سيف سمير لعمرو الجندي. عمرو لسه عمرو. ابو النصر درايف ابو النصر قطع له ايهاب امين حلو قوي وسلم ايهاب ونجح في تسجيل تو بوينت بشماله من باور لياب. ينجح في تسجيل 2 بوينت يدعي الفارق الى نقطتين 77 79 لصالح نادي الاتحاد. دقيقه و40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر او الاكسترا تايم كوارتر الخامس. فودة لميدو طه مع سيف سمير فتح له البيز لاين وصلت لبيبو. بيبو لسه معاه الكوره وهنا ايه؟ هنا ووكن على طول او مخالفه المارشي ومشي بالكره على بيبو. كابتن وائل ابراهيم يسحبه على طول كوتش مرعي وينزل مكانه هيثم كمال بعد ما عمل تيرن اوفر. يضغط لسه نادي الاتحاد. مايكل تومسون يهرب من الرقابه ويستلم الملعب. مايكل ويبدا الهجمه لسه الكره مع مايكل. عمرو الجندي يعمل له سكرين مايكل وعلى 3 بوينت. مايكل شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل بفدائيه شديده. يسلم ابو النصر لسيف سمير وادي درايف عمرو الجندي. لسه عمرو الجندي معاه الكوره. عمرو على الثلاثيه بتاعته لكن اير بول توصل عند ايهاب امين والفيداوي لكن ما بينجحش في التسجيل. هيثم كمال يلم على طول ريفنسيف ريباوند ويسلم لشوشه. شوشه يبدا الهجمه يهدى على ملعبه. شوشه دفاعات قويه من النادي الاهلي. يسلم لمصطفى فودة. فودة لسه الكوره مع فودة بيطلب انه يفتح الملعب. يسلم لاسماعيل احمد. اسماعيل 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر او الاكسترا تايم الكوارتر الخامس. كوري ويبستر كوري لسه الكره مع كوري. يسلم لفودة. فودة على 3 بوينت شوت وبينجح مع البازر في انه يسجل ثلاث نقاط في انتهاء احداث زمن الهجمه. على طول ياتي معها التايم اوت لصالح كوتش اوجوستي في اخر 36 ثانيه من عمر الاكسترا تايم. تعالوا نسمع تعليمات الكوتش مرعي والكوتش اوجوستي نرجع لحضراتكم مره ثانيه. اعمل فاول مش على الشوطه 3 بوينت. لقيت الراجل بيعمل بنتريشن
ولا انا كنا مشوشه بقول لما يجي يعمل بيرفيشن هات لك تعمل له فاول على الدريبل مش تروح تفكر. التايم اوت اللي طلبه السينيور او الكوتش اوجستي جولبي بوش خمس نقاط فارق على طول. مايكل تومسون، عمرو الجندي، سيف سمير، ايهاب امين، ابو النصر، نفس الخماسي النادي الاهلي، فوده، هيثم كمال، ياسر صالح لسه نازل، اسماعيل احمد وشوشه، وهنلعب من منتصف ملعب الاتحاد. اذا زمن الهجمه زي ما حضراتكم عارفين 14 ثانيه 36 ثانيه على انتهاء احداث الاكسترا تايم. مباراة قوية وممتعة دائما وابدا ما بين فريق الاهلي وفريق الاتحاد. الجيم 1 وجيم 2 ان شاء الله بعد باكر باذن الله في نفس الموعد. ايهاب امين مستني يطلع لمين؟ يطلع لسيف سمير. سيف لسه معاه الكورة. لكن هنا في فاول بيرتكبه فودة وتو شوتس لسيف سمير. 33 ثانية على انتهاء احداث الاكسترا تايم. تو شوتس سيف سمير على الفري ثرو الاول. لم ينجح في التسجيل. سيف على الفري ثرو الثاني. ما بينجحش ايضا في التسجيل. لكن هنا عدى سيف في اللاين. وعلى طول الكره رايحه لنادي الاتحاد. كوري هوبستر مكان شوشه. في صفوف تغيير في صفوف نادي الاتحاد. وعمرو الجندي يخرج وينزل مكانه عمرو زهران في صفوف النادي الاهلي. تغييرات كده زي تغييرات الهاندبول لكل هجمه. اسماعيل ضغط النادي الاهلي من اول ملعب. ليس امامه سوى الضغط. هيثم كمال وترابات توصل لفوده. فوده لسه الكره مع فوده. عايز مش عايزه يعدي قبل الثمان ثواني لكن مايكل تومسون يرتكب معاه فاول. و تو شوتس لصالح نادي الاتحاد. الكسندر جليسيتش هو من يحتسب الفاول. عمرو الجندي مكان عمرو زهران. ودولا مكان ياسر صالح. تو شوتس الفوده. الفري ثرو الاول مصطفى فوده ينجح في التسجيل. بس الفارق الى ست نقاط. صعب المهمه والمأموريه على النادي الاهلي. وادي الفري ثرو الثاني مصطفى فوده. نجح في التسجيل. تغيير في صفوف الاتحاد. نزل شوشه مكان كوري هوبستر وضغط نادي الاتحاد. سبع نقاط فارق اخر 25 ثانيه. عمرو الجندي 20 ثانيه. مايكل تومسون درايف لكن ما بينجحش في التسجيل. شوشه على طول يلم ريباوند ديفنسيف ريباوند يحاول يقطع منه ابو النصر لكن يرتكب معاه فاول في اخر 14 ثانيه من زمن احداث الاكسترا تايم بتو شوتس على ابو النصر لصالح يوسف شوشه. 14 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية 84 77. على الفري ثرو الأول يوسف شوشة نجح في تسجيل الفري ثرو الأول. وسع الفارق إلى 77 85. 8 نقاط فارق و14 ثانية على نهاية الاكسترا تايم والمباراة. شوشة على تنفيذ الفري ثرو الثاني. نجح في التسجيل أيضا. مايكل تومسون يبدأ الهجمة. لكن هنا في إيه؟ في أوتسايد على مايكل تومسون. تيرن أوفر على مايكل تومسون على طول. تروح الكرة لصالح نادي الاتحاد. أوتسايد فودة. يستلم فوده
اسماعيل بيطالبوا بالوقوف. خلاص ارتضى الفريقان بنتيجة اللقاء وانتهى اللقاء بفوز نادي الاتحاد على النادي الاهلي 86-77. مبروك لنادي الاتحاد، هارد لك النادي الاهلي وحظ اوفر في مباراة بعد باكر. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة، على ان نلقاكم باذن الله في مباراة قادمة وقريبا باذن الله. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام.